لا ولي له، الحق في المأوى، النازحات، المهجرات، نساء بلا ولي. من حقي أن يكون لي منزل، أريد أن أكون بأمان، من حقي. من حقي المشاركة السياسية قيادية وأستطيع، من حقي تولي المناصب الإدارية المتقدمة، تفضيل الرجال حرم النساء حقوقهن، من حقي حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها أقره القانون، أنا ليبية، حصول أبنائي على جنسيتي من حقهم ومن حقي. القانونين تمطوط غرس الحق توش جنسيتي سي بوشيرنيس بوشيرنيس الحق نسن أوين الجنسية نيرجيت سن تنميرت. حق النساء في الإرث أقرته الشريعة وضمنه القانون وعقلته العادات المخالفة للشريعة، من حقي أن ألف ما هو لك هو لي أنا أيضا، والمساواة في إعطاء الحقوق حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 26 أبريل 2022، اليوم الوطني للمرأة الليبية. كل عام كل الليبيات بألف خير، كل عام وكل الليبيين بألف خير. تحيي المرأة الليبية اليوم الوطني لها، وهو يوم يرتبط بحصولها على حق المشاركة السياسية، حق المشاركة في الانتخابات كناخبة وكمنتخبة، والحق الذي تحصلت عليه 1963.